السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين كده، حلة زهران حصل فيها ايه؟ الحقيقة هي اي ستلس لما بتحط على النار ونسعى عليه بيحصل كده. كمان الحلة دي ابني كان بيعمل لي رز وانا تعبانة فلسعها شوية من تحت. فايه افضل بقى حل؟ هوريه لكم النهاردة ان شاء الله. معايا انا بجيب اسمه ميكس الاوفن، لو بنطقه صح، دوت هقول لكم عنه معلومات. وبرش بيه، هو بالصدفة الحقيقة رشيت بيه مرة فلقيته طلع الحرق ده ولمع الحلة وخلاها رجعها جديد. فأنا هعمل ايه؟ برش كده رشة، وهي عشان الحتة في الجنب فهوقف الحلق، هوقفها كده شوية واسيبها لغاية يعني ربع ساعة ولا حاجة. ده افضل نوع الحقيقة لقيته بيعمل نتيجة. بعد ما بخلص بقوم جاية كده عن ناشف ابدأ اتعك الحلة. انا كنت حطيت كمان حبة من فوق وهوريها لكم من جوه دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. انا بجيب كمان الحروف اللي بتكون في الحلة، بجيب فرشة اسنان قديمة وابدا اتعك الحروف دي عشان بيكون في عند اللحام بيدخل رواسب، وخصوصا لو فارت يعني. فبالمره بقى وانا بتعكها المره دي قلت ان انا اطلع الحتت اللي بتبقى عند اللحام، بتبقى اللي هي الفواصل دي لو الاكل غلى ونزل منه محشي او حاجه فبيعمل الفاصل ده بيكون فيه رواسب. فانا بعمل ايه؟ انا ما برشش بالرش ده كل يوم، ودي معلومة مهمة جدا. الرش دوت هو ريحته مش قوية زي حاجات الدهون الباقية، هو حلو جدا للدهون القاسية يعني وللافران، لكن ما ينفعش يترش منه كل يوم. لما بيحصل بس حاجة كده بقوم جاية رشة. فدوت الحاجة الوحيدة اللي طلعت السواد. اللي عنده ستلس هيكون فاهمني انا بتكلم عن ايه. السواد اللي بيكون لما الحلة تقعد شوية على النار، او تكون النار مواربة شوية مش تحت الحلة مباشرة فجاية في الجنب. الجنب بيعمل كده، لكن القعر ما بيعملش كده نهائيا، الجنب بيعمل كده. لكل اللي سألوني برضو عن حلل زهران، حلل زهران فيها حديد من تحت والبتاع بيلزق كمان، بس عشان القاعدة دي، القاعدة دي فيها ألمونيوم والألمونيوم هيلزق. ففعلا الحله الالومنيوم اللي تحت لو جربنا بالمغناطيس فعلا المغناطيس هيلزق. طب ايه المشكله؟ المشكله ان في طبقه المونيوم عملوها كطبقه حمايه من تحت توزع الحراره من ناحيه، وان هي تحافظ شويه على الاكل من انه يتلسع او نشم فيه ريحه شياط زي ما بيحصل. حتى لو ما اتلسعتش احيانا الخضار بيلقط ريحه شياط، فهو دوت الحكايه بتاعه لزق الحله بالمغناطيس. لكن لو جربنا في الغطا، الغطا مش هيلزق. لو جربنا في الحلة من فوق مش هتلزق، وهو نفس الخامة اللي مصنوع منها الحلة كلها. ده بالنسبة لحلة الزهران اللي الناس بتقول عليه انها بقت تلزق وداخلها حديد او كده، لا، هي طبقة ألمونيوم ومكتوب على الحلة على من بره، مكتوب ان فيها طبقة ألمونيوم وان القاع بيلزق. طيب السائل بقى اللي انا بستخدمه ده، السائل ده انا جيم معايا بالصدفة مرة كانت برضو اتحرقت مني حلة وعايزة انا اعملها، فرشيت كده بالصدفة يعني وانا برش جه عليها فلقيته انه راح خالص. فبدأت من ساعتها اجرب. بس ملحوظة يا جماعة، ده ما ينفعش استخدام يومي. ده يعني لما تحصل كده مرة ان الحاجة حلة تتلسع منك او تتحرق فنستخدمه. طيب انا عشان بقى ما احرقش الحله، انا اعمل الرز ازاي؟ المفروض اعمل الرز ازاي؟ انا بحط الرز عادي، بحمر الشعريه وكل حاجه عادي، بس لما بحط الميه اول بس ما الميه بتغلي بوطي النار خالص، ولما الرز يشرب السائل بتاعه الميه او الشوربه بقوم جايه حطاه على العين الصغيره خالص اكني بعمل قهوه. وقبل ما يعني يستوي تمام السوى، يعني لو لسه فيه كده عايز يتشرب كده بنقول عليه يتشرب حاجة بسيطة دقيقتين ثلاثة، بقوم جاي مطفية وشايلاه من على العين عشان الاستانلس بيحتفظ في الحرارة، فهو هيفضل برضو يسوي لي الأكل. كمان اللي عاجبني في الحلل دي بتاعت زهران انها مش بتبرد بسرعة. الاستانلس هو المفروض بيسخن بسرعة ويبرد بسرعة، لا، هي دي بتستنى شوية محتفظة بالحرارة بسبب الطبقة اللي تحت، وده اللي متقل الحلة طبقة الألمونيوم اللي تحت.
ده اللي متقل الحلة من تحت. دي المعلومات اللي اقدر اقولها عن حلل الزهران. وبالنسبة للسائل دوت، السائل دوت هو كان ثمنه تقريبا 28 جنيه، 32 جنيه، حاجة كده، موجود في فتح الله، موجود في كارفور، لكن ابني لقاه في بتاع منظفات جنبي، عامل كان عليه عرض كده بيبيعه ب 18. هو حتى كان عليه اوفر انه المفروض تقريبا اتنين بيتباعوا مع بعض، بس هو الراجل كان بيبيع الواحدة ب 18، فجبت منه. السائل ده هو 6 في 1. ريحته مش قوية زي الباور وزي الحاجات القوية التانية. انا بستخدمه، هو بتاع افران اصلا، مش بيبوظ الايد قوي، بيبوظ لكن مش قوي يعني. فالافضل نستخدم جوانتي. ما بستخدمهوش يوميا، تاني بعيد، ما ينفعش يوميا يعني، ما ينفعش كل يوم تحرقي الحلة وتستخدميه، لانه ممكن يبوظها، يخليها تنقر او حاجة، لانها مادة برضو قوية. فالافضل ان انا احافظ على الحلة، وعلشان ما تتحرقش من الجناب، ده غير الرز يعني، من الجناب من فوق، اني انا اخلي النار، ما احطهاش على نار كبيرة وتكون النار طالعة مني من الجناب، لا، احاول اخلي النار في النص، علشان الجنب ده بيسخن، بيغير لونه ويطوس كده. ممكن يبقى فيه حلول، وفي حلول تانية يعني، في حد بيستخدم كريمات وحاجات تانية، بس ما لقيتش الكريم اللي كانوا بيقولوا عليه، ما لقيتوش الحقيقة في السوق، فدوت لقيته نتيجته مرضية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.